لسه مستمرين مع حضراتكم في رصد ردود أفعال الناس والمواطنين حول المشروعات الخدمية اللي بتنفذ على أرض رشيد في كل القطاعات. في دعم كنا بنتكلم من شوية عن دعم الصيادين، عايزين نتكلم كمان عن الدعم المقدم للمزارعين بما أننا في محافظة البحيرة وهي محافظة زراعية. معانا دلوقتي الحاج خالد شاور عمدة قرية سيدي عمر والكوم. يا حاج خالد صباح الخير عليك. صباح النور ونورت رشيد بحلاوة والله. يا أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل حاج خالد. واحنا لما نيجي نتكلم عن الدعم اللي قدمته الدولة خلال الفترة الماضية للمزارعين، تمام، عايزين نتكلم عنه ونعرف كمان أهم مطالب المزارعين في محافظة البحيرة كانت إيه. تمام. بالنسبة للدعم اللي قدم لفلاح رشيد وخاصة الفلاحين اللي هم كانت صعبة عليهم الحياة من بعد السوء السوداء إلا أن الدولة عملت ضبط للأسعار وضبط لمستلزمات الإنتاج. بقى الفلاح النهارده بيلاقي مستلزمات الانتاج من خلال الجامعات الزراعيه متوفره وموجوده وباسعار ثابته. حرر السوق، تكاد تكون زياده الاسعار الخارجيه في السوق السوداء بره تزاد، تكاد تعدى الضعف. الا ان الدوله في وجود سياده رئيس الدوله السيد عبد الفتاح السيسي ووجود الناس اللي هم الباحثين والدارسين ضبطوا الاسعار وعملوا لنا رشيدوا ده من خلال الجمعيات الزراعيه. ده موجود فعلا. الحاجات اللي قدمت اكتر وموجوده حاليا برضه وبنلمسها في ارض الواقع وجود مستلزمات الانتاج ديت ومفرحها المبيدات اللي هي كانت غرقت السود السودا برضه بنفس الكميه ولكن ليست بنفس الجوده. بنلاقي كل المستلزمات، يعني هي سوق سودا ومش بنفس الجوده كمان. اللي جوه انا بقول اللي بره اللي بره سوق سودة ولكن اللي موجود عندنا من خلال الجامعات الزراعية الجودة أعلى. أنا فاهم ده اللي أنا بقول لحضرتك. أيوة اتفضل. يعني ولكن بتدفع بره سوق سودة بالغالي ومش بنفس جودة اللي موجود في الجمعية. بس طب المهم طبعاً. هل هو متوفر في الجمعية؟ متوفر حاليا في الجمعية وبنلاقي كل المستلزمات ديت وبناخدوها وبندفعه سعرها أو بناخدوها بالآجل. اللي أفضل واللي زود الفلاح وغبطة وزاد من إمكانياته إن هو يكون موجود وحي ومستمر، ان النهارده الدوله قدمت قروض تيسير من خلال بنوك التنميه لفلاح للفلاحين، بناخد قروض ميسره وبفوائد بسيطه جدا، من خلالها بنصرف ونكمل مصاريف لو احنا عايزين نحط مواد تانية او نضيف حاجه تانية. لو الدوله جت من فتره اسقطت برضو بعض الديون عن المزارعين، اسقطت الديون عند المتعسرين. ده موجود، ده حقيقه فعلا حصل. ده اللي موجود فعلا على ارض الواقع النهارده. انا لما اكون عايز ازود من انتاجي او اضيف حاجه مش موجوده عندي في الجمعيه الزراعيه وانا اعرف اجيبها من خلال القروض الميسره ديت، انا بحسن وبزود سواء من الجودة أو سواء من إيه من الإنتاج. يمكن في سلسلة من الحاجات عملتها الدولة علشان تحسين أوضاع الفلاحين بصفة عام، فكرة الزراعة التعاقدية، فكرة التوجيه ناحية السعر العادل والاتفاق على السعر العادل. يمكن ده ساعد إن الفلاح تبقى عينه على المحاصيل اللي أول حاجة البلد محتاجاها، تاني حاجة إن هو يبقى قادر يتفق على حاجة اتنين تلاتة لما يبتدي يبرع فيها ويتخصص، هو كمان هيبقى عارف دخلها وطريقتها في الزراعه، ده فعلاً فده هينعكس عليه في الانتاجيه. ده فعلا من ضبط الاسعار. النهارده انا بزرع قمح مثلا وعارف هبيع بكام. يعني انا كنت كان الاول القمح مش عارف هبيع بكام تقريبي ان لم يكن ازيد للدوله. موجود مكان ان هبيع فيه. نفس الكلام احنا كفلاحين، فلاح رشيد بتمتاز بزراعات تانية خلاف الزراعات العادية، القمح والرز والفول والكلام ده، بالجوافة وبالبلح بالمانجا، دي كلها برضو متيسر ان احنا بنصدرها للخارج من خلال ابواب التصدير المفتوحة على مستوى العام من خلال جميع الدول العالم. ده طبعا رفع من انتاجية عندنا، حسن من مستوى الفلاح، زاد من حاجات ياما مستوى الفلاح. صحيح. طيب لو هنتكلم عن حياة كريمة، وانا عارف ان لسه ما دخلتش الرشيد طبعا. ان شاء الله. نظرة بقى المزارعين والفلاحين هنا للمراكز الاخرى، لقرى المراكز الاخرى اللي دخلت فيها حياة كريمة بالفعل. كنا بنتكلم عنكم حمادة، صراحة بنحسدهم، عن منهور. احنا بنحسدهم. احنا في رشيدنا بنحسدهم. ليه صراحة؟ اولا انت وفرت المية بكثرة، تبطين والمنظر اللي بنشوفه في القرى اللي دخلت حياة كريمة، بصراحة احنا كرشايدة بنحسدهم عليهم وبنتعشم نتمنى نتوسم في الدولة وفي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تكون رشيد لها
السابقة أو لها المكانة في حياة كريمة، اللي احنا بنشوفه من تطوير، تطوير في بنية تحتية، تطوير في بنية من كله، تطوير في كل مناحي الزراعات، تطوير في كل حاجات ياما. صراحة نتمنى نكون ضمن حياة كريمة، وده يعني احنا بطلبها. وانتوا شفتوا سابقة اعمال بقى، يعني الناس اللي بقت عندنا حياة كريمة في البداية موجودة في احنا في كفر الشيخ، موجودة في المحمودية، موجودة في مركز الأوتوبيس، احنا شايفينها. ده الجوار، ارض الجوار ده فرحنا. طيب ده في القرى اللي دخلتها حياة كريمة. تمام. اما بقى القرى اللي ما كانش لها حظ دخول حياة كريمة، اعتقد كان لها حظ في الموازنة اللي اترفعت لتطوير القرى، يمكن ده انعكس عندك في قرية. تمام، هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. انا النهارده ما كنتش بلاقي مستلزمات الانتاج متيسره في الجامعات الزراعيه، انا في متناولي، انا في ريح بيتي، انا ما باخدش مواصله ولا حاجه، انا باخدها من جامعه الزراعيه اللي هي انا تابع ليها. انا النهارده ما بعوز اجيب اي اودي زراعاتي او كلام من ده، انا في مكاني بسوق من مكاني، التسويق مكاني، حتى القمح بيتورد من خلال الشون اللي هي ايه تابعه للجامعه الزراعيه بتاعتي. طيب انتوا في القريه ايه اكتر الزراعات اللي مشهورين بيها؟ هي اكتر زراعات بالنسبه لي انا كسيدي عمر والكوم الجوافه. الجوافه بيقولوا عليها جوافيه مش جوافه كمان، بيتقال عليها في البحيره جوافيه. انا بس جوافه جوافيه جوافه وكنا بتسمى باسم البلاد بتاعتنا، يعني يتنادى عليها جوافه كذا بالاسم، باسم القريه، باسم القريه. كنا مشهورين بيها ومميزين. ايه الفرق بقى؟ الجوافه اللي عندنا سيد عمر والكوم وقرى التفتيش عموما، يعني عشان اكون بتكلم في العموم، ومركز رشيد بحاله، الجوافه عندنا كانت بتيجي في موسم واحد اللي هي الجوافه الايه الشتوي، سموها كده. النهارده الجوافه اتقسمت لاسمين، جوافه شتوي وجوافه صيفي. بيعملوا عمليه سرد اللي هي شغاله حاليا. يعني ايه سرد؟ بتشيل البرعم بتاع الجوافه اللي هي طالعه النهارده في الميعاد دوت، وتقصه بطريقه معينه اللي هي عمليه السرد ديت، وبتدي انتاجات تدي في شهور تانية. يعني انا كانت الجوافه تبتدي شهر نص شهر 8 تنتهي في شهر 12. انتوا عرفتوا الموضوع ده منين؟ هي الخبره والتجربه وانك بتجرب بتعرف، ده فادنا. اتقسم موسم الجوافه على ايه؟ على موسمين، ما بقاش موسم واحد. يعني عندي جوافه صيفي وجوافه شتوي. اذا على مدار العام انا لسه مخلص جوافه من قبل يعني من 15 يوم. مش تخزين بقى؟ مش تخزين. لا اطلاقا، على الشجره. هي الشجره نفسها بنعمله فيها عمليه السرت اللي بقول لحضرتك عليها ديت، بتوقع الزهره، بتوقع النمو الخضر اللي فيها، وبسيبها في شهر نهايه شهر 7 او ايوه نهايه شهر 7 تشرب، تديني انتاجيه بعد الجوافه اللي كانت شغاله قبل كده. ده فعلا عمل نمو عندنا وغير الحياه فعلا صراحه، وعدل من مستوى الفلاح. اكيد يعني احنا بنتمنى دايما التوفيق لكل الناس اللي بتشتغل، وبنتمنى دايما ان احنا نقدر نزود في الانتاجيه ونعمل تطوير ان شاء الله. واعتقد ان كل ما بيبقى دعم الرئيس ودعم الدوله اللي هي في ظهرنا دايما، ودعم حضرتكم ودعم كل الناس اللي هي بصر الفلاح بنظره ان هو المنتج اللي صحيح. بيطلع منتج يقدم لجميع مصر بحاله. الحاج خالد شاور عمدة سيدي عمر وكم، منورنا ومشرفنا. شرفت بيكم ونورتوا رشيد ونورتوا البحيره بحالها، واهلا بيكم في رشيد والله. شكرا لحضرتك.